حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، متواصلين معكم في برنامج ترحيب، والآن ننتقل بكم إلى شأن إنساني، حيث نظمت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي وبالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، اللقاء التشاوري الأول لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر، واللي راح يستمر لمدة يومين. نعم، تفاصيل أكثر عن هذا اللقاء بنشوفها مع بعض في هذا التقرير. الاتجار بالبشر ظاهرة عالمية عابرة للدول، وتتجلى في العديد من الممارسات التي تمس الحقوق الأساسية للأفراد، وقد اتخذت العديد من البلدان وفي طليعتها قطر تدابير قانونية لمكافحة هذه الظاهرة، فقد أخذت بلادنا على عاتقها في القانون رقم 15 لعام 2011 تقديم الضمانات اللازمة لاحترام حقوق الضحايا وإعادة تأهيلهم وتعويضهم عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية. ولم تقتصر جهود الدولة على إصدار القانون وعقوباته فحسب، بل تستمر في مواكبة تطوراته وأبعاده من خلال عقد لقاءات تشاورية مع الأطراف ذات العلاقة. وفي هذا الإطار يندرج اللقاء التشاوري حول مكافحة الاتجار بالأشخاص الذي تنظمه المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان. اللقاء اليوم هو لقاء تشاوري الأول بين الأطراف المهتمة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. فدولة قطر هي الدولة من الدول اللي لديها قانون، ونحن نفتخر بأن لدينا قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والذي يهتم بتجريم عملية الاتجار بالبشر مع تقديم كل الخدمات الضرورية والرعاية للضحية في هذا الشأن. فبالتالي لقاء اليوم هو اللقاء تشاوري، وما فيها أيضا من استعراض لخبرات دولة قطر في هذا المجال. فهناك 9 جهات حكومية وغير حكومية تشاركنا في هذا اللقاء، من وزارة الخارجية والنيابة العامة، وزارة الداخلية، وزارة العمل، وأيضا هناك ممثلين عن مكاتب المحاماة، وأيضا هناك جهات أخرى في الدولة. طبعا هذا اللقاء بيأتي في ضمن إطار الجهود المشتركة يمكن بين الأمم المتحدة ودولة قطر حول مكافحة الاتجار بالأشخاص. طبعا معروف أنه هي جريمة دولية وموجودة في كل دولة، ودولة قطر ما هيش استثناء، لكن أيضا أنه كثير من الدول منها دولة قطر الآن وعيت بهذه الظاهرة وبدأت تبذل في جهود حثيثة في مكافحة هذه الظاهرة. يمكن تشريعات وطنية موجودة، الدولة انضمت وصادقت على كثير من التفاقات الدولية، وهذه الأنشطة بتأكد أنه أيضا هنالك اتجاه رسمي جاد للقيام بمكافحة هذه الظاهرة. وقد تركزت أعمال هذا اللقاء في يومه الأول على ضرورة نشر الوعي حول مخاطر ظاهرة الاتجار بالأشخاص ومناقشة الإطار القانوني لمكافحتها واستعراض تجربة قطر في هذا المجال. وفي الشأن التربوي، نظمت المدرسة الفنلندية القطرية الدولية للمرحلة الابتدائية والتمهيدية لقاء احتفاليا وتعريفي لأولياء الأمور. خلونا نتابع معكم هذه التفاصيل. في مبادرة لاستقطاب المدارس العالمية المتميزة والحرص على مناهج دراسية متطورة، احتفلت المدرسة الفنلندية القطرية الدولية بانضمامها للمنظومة التعليمية في الدوحة لتكون إحدى أهم المدارس التمهيدية والابتدائية التي تم اختيارها من قبل المجلس الأعلى للتعليم. تم تدشين اليوم المدرسة القطرية الفنلندية الدولية من ضمن سلسلة مدارس متميزة اللي تدخل رقم 5 من ضمن المدارس المتميزة. بيتم افتتاح أول مرحلة أولية، مرحلة الكيجي 1 والكيجي 2، المرحلة الابتدائية مبدئيا. يعتبر تنوع التعليم لدى الأجيال القادمة عاملا أساسيا لفتح مجالات وتخصصات عدة،
فبعد إعلان فتح باب التسجيل للمرحلة الابتدائية بنين وبنات، سارع عدد كبير من أولياء الأمور للحصول على مقاعد لأبنائهم، وذلك حرصاً منهم على خوض تجربة فريدة من نوعها في مجال تعليمي نوعي يقرب الرؤية القطرية الوطنية 2030. والهي مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى نادي الخور مع نديب قناة الريان إبراهيم النعيمي، ونتعرف على فعاليات دورة الغطس القائمة في النادي. مساك الله بالخير أخوي إبراهيم، والكلمة عندك. ستان باي اثنين بس كفاية. إبراهيم الكلمة عندك، أنا فداك. إبراهيم أنت على الهواء. حياك الله يا مرحبا بك ناصر وأحمد، أمسي عليكم بالخير. ينظم نادي الخور الرياضي دورة في تدريب الغطس في نادي الخور الرياضي، هذا من الفعاليات والأنشطة الصيفية خلال عطلة الصيف لمنتسبيهم. ومعانا اليوم المدرب محمد الفاطمي اللي بيعرفنا أكثر عن هذه الدورة. حياك الله يا محمد. الله يحييك. الله يبقيك. نرحب بك محمد. بشكل عام عرفنا عن هذه الدورة. الدورة هذه هي الأوبن ووتر، اللي هي المياه المفتوحة، هي كدورة للمبتدئين. تنقسم ثلاث أقسام. عندك القسم النظري اللي هي تعلمك عن البحر، عن العدة اللي يستعملونها، عن التيارات، عن الأخطار في البحر، عن الأشياء اللي بتواجهها في البحر كوجه عام. وبعدين عندك القسم النظري في العملي في البركة. وعندك بعدين الجزء اللي هو القسم العملي في البحر. كوجه عام على الكورس. وش الهدف من تنظيم هذه الدورة؟ هذه الدورة الله يسلمك أن نشر الغطس بين الشباب القطري، يعني عشان يعرفون عن البحر، يشوفون اللي داخل في البحر الموجود كهواية ويستفيدون منها في الدوحة وبرع الدوحة، يعني هاي الحلو فيها. نعم، هذه الخبرة اللي بيكتسبونها إن شاء الله. الليسن اللي هم يحصلون عليه عالمي أول شيء، هذا الليسن معترف فيه في كل مكان في العالم، يأهلهم أنهم يغطسون في أي مكان في العالم. صحيح. هذا هي. وبداية الدورة تكون هي دورة نظرية. أي نعم. أول بداية النظرية. مش أهمية الدورة النظرية. يعرفهم في البيئة البحرية، يعرفهم في التمارين اللي بيسوونها، في العدة اللي بيلبسونها، في طرق السلامة اللي يرفع السيفتي عندهم. كم مدة النظرية؟ النظري تقريبا من 3 إلى 5 أيام. نعم. النظري يكون تقريبا ساعتين في كل يوم. يعني يغطي لهم كامل القسم النظري هذا. متى بتبدون إن شاء الله في الدورة العملية وفي وين؟ العملي بنبدأ إن شاء الله يوم الاثنين عندنا في البركة هنا في نادي الخور، ويأخذ له تقريبا يومين. بأهلهم أن يتعلمون 20 مهارة، اللي هي تركيب العدة، فك العدة، تنظيف النظارة، تنظيف الرجليتر اللي هو المنظم في الحلج، كل التمارين تقريبا يعني. وبعدين عندك الجزء الثاني اللي هو في البحر، بيكون في مسعيد في الجولدن بيتش، الشاطئ الذهبي احنا نقول له، بيطبقون نفس اللي طبقوه في البركة يطبقونه في البحر بعد، مع الفرق انه هناك بيروين اللي هو تعلمه مني في البركة. يمكن يستفيد اكثر من البركة، يشوف الاحياء المائية ويشوف في البركة كتعليمي بتكون في البحر، في البحر يكون كاختبار لهم، يعني انه يورونا اللي هم تعلموه منه في البركة. صحيح. في ساعات محددة لازم يخلص المشارك؟ هو إنه يكون يغطي كامل تمارين البركة وكامل تمارين البحر، ويكون غطى الجزء النظري اللي هو الكتاب يعني. نعم. محمد، كلمنا عن جانب الأمن والسلامة في هذه الدورة. الأمن والسلامة كوجه عام من منظمة بادي، دائما تلاقي الأمن عندهم وايد يعني عالي، دائما تلاقيهم يطالبون في السيفتي يكون عالي عندهم، انه يكون نظام زمالة اول شيء، يكون دائما البادي ما يكونون شخص، لازم يكون عندك زميل انك تنزل معاه يوم تنزل في مكان المفروض تكون عندك تعرفه بالمنطقة اللي قاعد تنزلها. دائما لازم يكون عندك السيفتي موجود برا، مثلا البوية، شنطة الاسعافات الاولية، الاكسجين، كل شيء يكون متوفر في المكان اللي انت قاعد تغطس فيه. نعم محمد، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في هذه الدورة. الله يسلمك، وفرصة سعيدة، ونتمنى نشوفكم في
مرات أكثر إن شاء الله. إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق. نعم، والحديث أكثر عن هذه الدورة، للعلم أن المتواجدين في الدورة 10 أشخاص المتدربين، واللي أكيد أنهم كلهم بيستفيدون من هذه الدورة. معنا واحد من المتدربين، حياك الله. الله يحييك ويبقيك. الله يبقيك. تعرف عليك؟ همام عبد الله محمد. أو نعم همام، شلون تشوف أهمية المشاركة في هذه الدورة؟ والله شوف أنها مهمة صراحة. نعم، منها نتعلم حق لنا يعني ومستقبلنا، و ناخذ دورات ونشوف الاحياء البحريه نعم تشوف عن قرب وتعلم الغطس. نعم، شو الهدف من المشاركه انت، مشاركتك في الدوره هذه وش الهدف منها؟ الهدف منها ان انا اطور من نفسي واتعلم اكثر. نعم، واطمح ان انا ان شاء الله اصير مدرب في المجال هذا ان شاء الله. نعم، الحين همام تاخذون انتم دوره نظريه، شلون تشوف اهميه قبل العملي؟ والله شوف نظريه النظري الدوره النظريه، الدوره النظريه يعني مهمه لنا بالنسبه حق اساس تعلمنا نتفادى، شلون نتفادى الاخطاء او الاخطار تحت الماي. نعم، في البحر، وشلون يعني نستخدم المنظم والاكسجين، سلندر الاكسجين، واشياء منها يعني اشياء وايد منها نتعلم حق حياتنا المستقبليه، كان حافظ على البيئه تحت الماي. عقب ان شاء الله ما تخلص هذه الدوره وتاخذ الشهاده او الليسن اللي هو الاوبن ووتر اول دوره، يعني انت ناوي انك تكمل ان شاء الله في هذا المجال؟ باذن الله، ليش لا؟ انا ان شاء الله اطمح ان انا اصير مدرب في حق رياضه، مدرب غطس باذن الله ان شاء الله، واحنا نتمنى لك التوفيق في هذه الدوره. ان شاء الله. تسلم، شكرا لك. عفوا. نعم مشاهدينا الكرام، كان هذا لقاءنا مع الشباب في نادي الخور الرياضي، واللي كلمونا عن دورات الغطس المقامه في النادي. شكرا لكم على المتابعه، والكلمه عندكم اخواني في الاستديو. ابراهيم سامعني؟ ابراهيم سامعك. نعم، الله يعطيك العافيه، نشكرك ونشكر ضيوفك، لكن قبل ما نختم معك ودي اسالك ابراهيم. ابراهيم يمكن انت أمرني. اعرفوك المشاهدين من خلال المقناص والطيور والبر، تحب انك تخوض هذا المجال بعد؟ صحيح. ابراهيم الغوص، تاخذ دورات غوص ولا ما هو مجالك؟ نعم، أبشرك أخي ناصر، أنا ماخذ الدورة هذه في سنة 90، ماخذ الأوبن ووتر والأدفانس، وكنت باخذ دورة مدرب. فالوقت يختلف عندنا، فاتجهت للطيور وخليت الغطس. يعني إن شاء الله بعطيكم دورة أنت وأخوي أحمد. يعني أحمد إبراهيم، أنت ما شاء الله جامع البحر والبر، لكن ترى على فكرة أنت فاجأتني. ها لا ان شاء الله بعطيكم دوره في المكان اللي انا اخذت فيه دوره، اللي هو بركه الجامعه ان شاء الله باذن الله. ابراهيم، احنا نتشرف انا واحمد ان احنا ان شاء الله ندرب على يدك اخونا الكبير ابراهيم النعيمي، كنت معنا من نادي الخور، شكرا جزيلا لك، ونتمنى ايضا التوفيق لكل المشاركين في هذه الدوره. تدرب على الغوص ولا ما تدرب؟ انا خلوني على اليابسه، رجال ادور السلامه. ما راح يخليك خالد البيسي، ما اعرف اسمه والله. كلش كلش لا والله، روح وارجع، بس اذا وقفت انزل تحت ما ادري ليه. بعلمك اكيد. نعم، بروح مدرسه سباير. هذا دليل اني ما اعرف بعض بعض. بس صورك طيب. لا اعرف والله، بس بدرسك قصدي، يمكن قصدي بدرسك، بس طلعت معي مدرسه بس تمام. مشاهدينا الكرام، ايضا راح نبقى في نفس السياق وهو القوس، ولكن هذه المره بنشوف تغريد نرجع فيه الى تاريخ القوس في قطار قديما، وعن علاقة الإنسان القطري مع هذه الحرفة اللي كانت ركيزة أساسية للاقتصاد ذلك الوقت. كان البحر ولا يزال أول العشق للإنسان القطري، لكونه حافظ تراثه وعبق ماضيه. بل إن المؤرخ الإغريقي هيرودوتس كتب في القرن الخامس قبل الميلاد أن أول من سكن قطر هم القبائل الكنعانية التي اشتهرت بفنون الملاحة والتجارة البحرية. كان للإنسان القطري حكايته مع البحر، إذ ركب أمواجه دون أن يرهبه، وشق أعماقه دون أن يتعبه، متسلحا بفطرة جبل عليها للتعامل مع مخاطره ومواجهة أهواله، ليعود في نهاية الرحلة إلى شاطئه ظافرا بأرزاقه غانما بخيراته. إذ كان البحر يمثل ثلثي الاقتصاد آنذاك، وكانت ركائزه هي صناعة المراكب والملاحة بغية التجارة وصيد الأسماك.
والغوص للبحث عن اللؤلؤ، وهنا مربط الفرس. فقد كان مصدر الدخل الرئيسي للقطريين الغوص بحث عن اللؤلؤ بلا منازع، الذي يعد تراثا خليجيا صرفا بحكم ثراء المنطقة بمغصات اللؤلؤ الهيرات، بخاصة إثر ازدهارها قبل نحو 200 سنة. وليس مبالغا القول إن فترة الغوص على اللؤلؤ شكلت ثقافة القطريين وهويتهم، إذ إن حياة البحر تتطلب عملا جماعيا بامتياز، عماده الألفة والمحبة، وقوامه التعاون والمسؤولية. فقد كان الغوص يتم خلال موسمين من بداية يونيو إلى نهاية سبتمبر. الأول هو الغوص الصغير الخناجة، ويستمر لأربعين يوما. أما الثاني فهو الغوص الكبير العود، ويستمر لشهرين، والذي يتم في نهايته القفال، وهو احتفالية تقام للقاء الغائبين، تشارك فيه النساء والأطفال فرحين بعودة سفن الغوص بعد غياب طويل. كذلك كان للؤلؤ حضور في الأدب الشعبي، إذ أثرت مفردات البحر والغوص القصيدة الشعبية دون نسيان حضوره في الأمثال وفي الحكايات أيضا. لذلك لم يكن مستغربا أن يرثي رواد الشعر الشعبي زمن الغوص لما ولى، بعدما لفظت آخر رحلة للغوص أنفاسها سنة 45، حتى قال أحدهم: الغوص قفى والمدايين طاحت، والنوخذة مقهور الإفلاس راحت. واليوم ما زال القطريون متمسكون بتراثهم وإرثهم في عاداتهم وتقاليدهم ويومياتهم. ألا يطلقون على الدوحة اسم الدانة؟ وهي أثمن اللآلئ التي يمكن استخراجها من المحار. أما عن الغوص الحديث، بنشوف تقرير عن مجموعة من الشباب القطري اللي مارس هذه الهواية المحببة لقلوب الكثيرين. احنا مجموعة من الشباب تجمعنا هواية واحدة، اللي هي هواية الغطس، السكوبا دايفنج، اللي هو المعدة، ونغطس غطستين او ثلاثة على حسب الجو واذا كان في مكان حق نحط سلندرات زيادة. احنا دائما نعمل كومبيتيشن، مين بيصيد اكبر سمكه ومين بيصيد اكثر سمك. هذه من الرياضه اللي مسويها. والرياضه الثانيه اللي بنعملها اللي هي الفري دايفنج او الغطس الحر بدون سلندر، وبتكون اول اليوم، وبعدين بنحول على السكوبا او الغطس بالمعده. الميزه في الرياضات البحريه القطريه ان احنا عندنا بحر مفتوح، والحمد لله عندنا اماكن كثيره للغطس، اماكن كثيره للفري دايفنج، الغطس الحر، وأماكن كثيرة للكشتة، بس أنك تروح تقضي الويكند كله بتأجر سنبوب وتقعد في البحر على جزيرة شراعو أو جزيرة صحاب اللي هي محمية، وتقعد ويكند كامل. هذا ما يميز الرياضات البحرية القطرية، البحر المفتوح. حالياً أصلاً الدوحة كشباب قطري كلها تقريباً ميولة كلها على البحر تقريباً، يعني تقريباً 90% من شباب قطر كلهم غطاصين الحين، غطاصين يا غطس الحر او الدايفنج، يعني تقريبا الشباب كلهم الحين غطس. والله انا انصح صراحه كل الشباب بهوايه الغطس، واتمنى ان شاء الله يسوون لنا جمعيه حق الغطاسين قطريين ان شاء الله، عشان يصير في تجمع حق الغطاسين وتنعرف الهواية أكثر وأكثر وتزيد الرغبة عليها أكثر وأكثر.
ناصر ما شاء الله فيه مره يغوصون. اشوف رجال مريه والواحد راعي مغوص بعد. بشرك ما شاء الله مره في كل شيء، في البر في البحر ما شاء الله. الله يزيدكم بشرك، وقبال هالقطار كلهم فيهم خير وبركه. ما شاء الله. الله لك في المغوص يعني؟ انت لك في المغوص؟ انا لا والله. الحين ابراهيم قبل شوي قال انه بيدربنا الغوص انا غايب من الحين، اقول الحصص اللي درسنا فيها انا غايب. لا لا انا مسافر. بنعلمك الغوص وازهر. مشاهدينا الكرام فاصل، وبعد الفاصل راح نتابع معكم. ما راح التسوق خلال مهرجان الصيف، انتظرونا.